السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غادي نديرو صفحة 134 من كتاب ميز أبخونتيساج أون فرونسي سيزيام أني بريمير. إذا الحصة ديال اليوم غنخصصوها لا برودكسيون دو ليكري، إكخيغ دي سلوغون بوغ إين أفيش دو سونسيبيليزاسيون. إذا هنا غنكتبو هاد الحصة، غادي نتعلمو نكتبو فيها شعارات من اجل الملصقات اللي كتكون تحسيسيه كنحسوا بها فيها بشي حاجه. يعني بحال مثلا هاد الحصه اللي غنخصصوا اليوم ديال التحسيس بضروره الحفاظ على الطاقه. اذا هنا كنكتبوا كنديروا دي سلوغون، يعني كنصوبوا ملصق وكنحاولوا نديروا فيه بعض الشعارات اللي كتشجع على المحافظه على الطاقه او على الطبيعه. اذا جوبسيرف اي جو ديكوفر اتون افي سو دوكيمون اي، هنا هذا هو الدوكيمون اللي عندنا. اذا كيف ما كتلاحظوا عندنا هنا الصوره مكتوبه هنايا بخط واضح بروتيجون لينيرجي، يعني هنا عندنا واحد لا فراز امبيراتيف بروتيجون لينيرجي. اون بروتيجون لينيرجي نو بروتيجون لا ناتور اسوسياسيون لي زامي دو لا ناتور. اذا كتلاحظوا ان هنايا وعطي لنا الصوره وهنايا دير لنا كهرباء ودير لنا وسط الطبيعه. اذا شنو هاد الصوره؟ عندها واحد الدلاله. اذا ملي كنقراو هاد السلوغون، هذا عباره عن سلوغون، حتى هذا عباره عن سلوغون، يعني هادو كيحسسونا بضروره الحفاظ على الطبيعه من خلال المحافظه على الطاقه. اذا قال لك اتون افي سو دوكيمون اي، واش اون اوردونونس يعني وصفه طبيه؟ اذا ملي كنشوفوا هادي واش هادي وصفه طبيه؟ يعني ملي كنمشيو عند الطبيب كيكتب لينا ديك الورقه فيها الدواء، واش هادي ورقه ديال الدواء اللي كيعطينا الطبيب؟ اولا اون نوتيس ديوتيليزاسيون، يعني ديك الدليل ديال الارشادات. مثلا ملي كنشريو شي ماكينه ولا شي تلفازه ولا شي ثلاجه ولا كنلقاو معاه واحد الكتيب صغير كيكون فيه دليل الارشادات، كيورينا مثلا كيفاش طريقه الاستخدام، كيفاش نركبوا هذه الحاجه. اولا اون لاتر رساله، اولا اون افيش يعني ملصق، والملصق دائما كيكون فيه شي شعارات. اذا هذا سيت اون افيش، إذن هذا هو الملصق اللي كيكونوا فيه بحال هكا الصوره ديال شي حاجه، وكيكون فيه واحد الميساج كنبغيو نوصلوه من خلال هذاك لافيش. دو كوا اي كومبوزي سو دوكيمون، يعني مناش كيتكون هذا الدوكيمون؟ كيتكون من واحد ليماج، يعني صوره ومعاها دي فراز، يعني كيكونوا جمل. اذا غنديرو سو دوكيمون، سو دوكيمون اي كومبوزي d'une image, d'une image et des phrases. يعني كيتكون من صورة وجمل. دو كوا بارلتيل، يعني شنو الموضوع ديالو؟ اش كيهضر هاد لافيش؟ اذا كيهضر على لا بروتيكسيون، يعني بروتيجون لينيرجي، اون بروتيجون لينيرجي نو بروتيجون لا ناتور. اذا كيهضر لينا على لا بروتيكسيون دو لينيرجي. اذا غنكتبو il parle de la protection de l'énergie، الحفاظ على الطاقه، يعني كيحسسنا بالحفاظ بضروره الحفاظ على الطاقه. je manipule et je réfléchis. Que représente l'image؟ إذن هاد الصورة أشنو كتمثل؟ هاد الصورة أش كتمثل لنا؟ إذن il représente une ampoule، يعني واحد المصباح. Elle représente une ampoule. Elle représente une ampoule. Qu'est-ce qu'il y a en haut de l'image؟ اذا في الفوق ديال ليماج، ملي كنجيو نشوفو هنا الفوق اش كتبان لنا؟ بروتيجون لينيرجي. اذا كتبان لينا واحد لا فراز امبيراتيف. اذا il y a une phrase، il y a une phrase imperative. اذا هنا غنكتب في ورقه، يعني ما غيقدنيش هنا.
إذن هنا غنكتبو إن فراز الجواب الثاني إليا إن فراز imperative. Il y a une phrase impérative. Thomas, سؤال ثالث شنو فيه؟ À quel temps est conjugué le verbe protéger? Idem, le verbe protéger, اش من طوم صرف فيه؟ Idem, le verbe protéger صرف في l'impératif présent. Idem, le verbe protéger est conjugué. Le verbe protéger est conjugué à l'impératif présent. L'impératif présent. Tout le monde a dit à quoi sensibilise la deuxième phrase. Et la deuxième phrase, باش كتحسسنا اذن او باش كتوعينا ديال لا دوزيام فراز شنو فيها اون بروتيجون لينيرجي نو بروتيجون لا ناتور اذن هنا كتسونسيبيليزي على لا بروتيكسيون دو لينيرجي اي دو لا ناتور اذن غنديرو ال سونسيبيليز ا à la protection de l'énergie et de la nature. اذا كتحسسنا بضروره الحفاظ على الطاقه وايضا الحفاظ لان لا حافظنا على الطاقه راه نحافظوا على البيئه. السؤال الخامس, comment appelle-t-on cette phrase? Idan had la phrase, ash ketsma? Idan haka had le phrase li kikunu ala shkel shi'arat ketsmaw di slogan. Idan di slogan aw la ketsma un slogan li ana adna ghir la phrase idan un slogan. Un slogan. Qui a fait cette affiche? Shkoun li dar lina, shkoun sab lina had la affiche? Haye mktouba hna association les amis de la nature, yani jam'iyat أصدقاء الطبيعة. دن غنديرو لاسوسياسيون سميتها لي زامي دو لا ناتور. لي زامي دو لا ناتور كي افي cette affiche. Qui a fait cette affiche? Thumma soual raqam 7. Dans quel but? Yani chnou le hadaf dialhom men wara had l'affiche li darou lina bhal haka? Ida le hadaf dialhom huma yhassou bdarourat himayat at-taqa. Ida dans quel but? Leur but. Yani le hadaf dialhom leur but est de sensibiliser sur la protection de l'énergie. Sur la protection de l'énergie. Randuzul Devel, je m'entraîne. Observe la photo. Observe la photo et écris un slogan pour inciter les gens à économiser de l'énergie. إذن هذه الصورة فيها بزاف المصابيح. إذن هنا من خلال هذه الصورة غادي نحاولوا نديروا شي سلوغون كيحث الناس على باش يقتصدوا في الطاقة, لأن الصورة كتبين لنا نوع من التبذير ديال الطاقة. إذن حنا غادي نكتبوا شي سلوغون اللي كيحث الناس على الحفاظ على الطاقة. إذا غنكتبو مثلا غنكتبو مثلا ليكونومي دينيرجي
يعني الاقتصاد في الطاقة سي لافير دو توس، يعني مثلا مسؤولية الجميع سي لافير دو توس. إذن هذا سلوغون. غندوزو دابا لجو برودوي إكخي تخوا سلوغون سو رابورتون على بروتيكسيون دو لينيرجي. هنا غادي نكتبو ثلاثة لي سلوغون عندهم علاقة بحماية البيئة. إذن كيف ما كانوا هاد لي سلوغون، المهم نكتبو ثلاثة منهم كلهم عندهم علاقة بضرورة حماية البيئة أو المحافظة على البيئة. إذن غنكتبو السلوغون الأول مثلا لينيرجي، دغيا أمثلة لينيرجي إي نوتخ أفونيغ، إذن الطاقة هي مستقبلنا. إيكونوميزون إيكونوميزون لا، لنحافظ عليها الأولى أو سلوغون الأول. ثم نكتبو سلوغون الثاني مثلا غنكتبو أنسومبل ensemble économisant l'énergie معا نحافظ على الطاقة أو نقتصد في الطاقة. ثم مثلا économiser l'énergie économiser l'énergie c'est aussi réduire ça c'est aussi réduire sa facture d'électricité. إذن ملي كان نقتصد استعمال الطاقة أيضا راح تلت الفاكتورة كدي كتجينا طايحة، يعني إلا اقتصدنا في استعمال الطاقة أيضا غادي نصغرو في الفاتورة ديالنا، يعني غنقصو من المصاريف ديال الاستهلاك. إذن هادو تخوا سلوغون اللي طلبو منا. إذن كانوا هادو فقط هما الأجوبة ديال التمارين الخاصة بحصة اليوم. موعدنا في الحصة المقبلة بحول الله.